ابو اناء احلى مسا من عم راشد. ايش ابو اناء يا هتولي افتون هاي انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بيت بيتي عسليه. انت يا بنت انا بكلمك ردي عليا. انت يا بنت خلاص يا فطور انا بتلك خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطرده لك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه الحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سي ورقه سي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبارك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح انا لازم امشي. كريم ما انا بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال. هي اسمها عسليه ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسليه؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وابو المره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. تعبانك تعبانك. الله يخليك يا اخويا. انا بامان عليك. البت البت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يلا. يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه تعالي تعالي خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، ما أنا بحس وبفهم برضو زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي يرحمها. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، عسلية. لولوس لولوس اختك على الباب، مفتاح لها عشان انام، مفتاح لها بعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي، يلا يلا. بقول لك ايه، ما تنفضلها؟ لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. نفضلها ما تقف شويه، لازم افتحها. الحلاوه دي، اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها، ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. انت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟
معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني انا هبطل.